السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ نتمنى كاملين تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا اليوم فيديو جديد. اليوم صراحه قلت غادي نشارك معكم الجو ديال اليوم، ونشارك معكم صراحه واحد القنيه اللي جبناها اليوم. قلت غادي نوريها لكم صراحه. تقريبا اول مره في حياتي صراحه كنشوف قنيه في دارنا. ما عمرني تقريبا ما درناهم، وصراحه ما عمرني يعني تنخاف منهم انايا، حيت هما ما عرفتش كيكون الشكل ديالهم في شي شكل. وزهره راه ما كتخافش. هي زهره، سلمي لهم. زهره قول لهم السلام. سلمي لهم. المهم ها هي صراحه زوينه بزاف. واخا زعما كاينه باش عجبتني انا هاد القنيه هادي مكالميه وكتجلس في بلاصتها. اوسكار صراحه خفت منه، حيت كيقولوا بانه المشاش يعني كيعجبهم ياكلوا القن. والله اعلم صراحه، غير حنا كنخافوا. داكشي باش درت ليها هاد اللوطه هذا. انا صراحه ما عرفتش امي علاش جبتها. المهم الوالده هي اللي جبتها، ما عرفتش علاش جبتها. واش باش زعما تربيها ولا غادي تذبحها؟ حيت هي تيكون اللحم ديالها صحي ومزيونه. هانتوما شوفوا الشكل ديالها تبارك. هزيها زهره نشوفوا واش غتقدري. شوفوا زهره وقيله هي ما كتخافش منا. انا صراحه ما كنقدرش نقيسها. لا ما تعطكش، حركيها حركيها. لا هتعضني. انا راه كتجينا صعيبه حتى ديك القيصه، حيت هما واقيلا كيقمشوا ولا ما نعرف شنو كيديروا. ما عمرني صراحه في حياتي ما نقدر نقول ما شفتهمش كاع. واقيلا قليل فاش كنشوفهم في شي بلاصه هكا اللي في شي مدينه. كيكونوا هما بزاف صراحه في المدينه، ما كيكونوش في البلاد بزاف. كيكونوا في المدينه، في دوك المدن الكبار بحال دوك العربيات ديال كازا، دوك العربيات هكا ديال المدن الكبرى كتلقاهم دايرين بحال هكا. ولا في الشمال دوك العربيات ديال الشمال كتلقاهم دايرين بزاف هاد القن هذا، اولا الارانب. تعجبهم هما يربيوهم صراحه. هما زوينين، تيكون واحد الحيوان اللي زوين في التربيه ديالو، حتى في الطريقه باش كياكلو هذا كيكون السيستم ديالهم مختلف بزاف على العاده. المهم حنا راه حاطينه في الجرده، هانتوما راه حطيناه غير في هذه يعني، حيت راكم شفتوا الجرده يعني مازال ما كاينش فين غنحطو. بلاتي زهره نمشي نوريهم هنايا. مازال زهره هي راه معايا. هنا مازال ما قديناش ديك التفانوش هادي. كانت كيما شفتوا معايا كنا خلينا هذيك الطبيله ديالها، ها هي راه جبناها. جبنا الطبيله ديالها هنا، راه كنا دايرين ديك القنيه هنا حطيناها هنايا. اجي هز ليها هاد القطنيه هادي، ديها ليها زهره. هاكي ها هي هاد القطنيه، واقيلا هما عزيزه عليهم بشويه. يلا سير، عزيزه عليهم واقيلا. المهم هنايا خلاص راه ديجا وريتكم هادشي. ان شاء الله ملي غادي تبنى تفرنوت راه ضروري غادي نوريها لكم. اما خلاص هادي ديال كتمشي ليا سميتها. المهم هادي ديال داك الخبز الاخر ما كنحيدوهاش حيت زوينه وصراحه ما كاينلاش، ولكن هادي اللي قدامت بزاف وما بقاتش صحيحه راه حيدناها. هادشي اللي كاين البنات. المهم اوسكار صراحه ما عجبنيش، واخا هكاك اوسكار ما عجبنيش بزاف حيت كيدور شويه بالقنيه. ولكن المهم ما كنضلش انا ما ظنيتش انه غيقدر انه ياكلها ولا شي حاجه. المهم غير داكشي اللي كيقولوا. اما انا ما عمرني ما سمعت بلي شي مش عفوا كلا قنيه. شي حاجه اللي غريبه. شو زهره منسجمه مع القنيه، والله الا منسجمه مع بالجهد. وصافي هنايا خلاص راكم عارفين بحال ديما البريمه ديالنا ديما على العواد. وصافي هنايا درنا شويه ديال البصله الخضاريه كنيبسوها. صراحه كتكون زوينه الا كانت يابسه، تيكون اللوغو ديالها في الحريره في في في, في اي حاجه كيكون اللوغو ديالها زوين، احسن من الا درتيها خضراء. هي صراحه خضراء كتجي غير في حب الشحمه كتجي رائعه صراحه. كنا ديجا درناها ولكن
كنا ديجا زعما درنا بها خبز الشحمه، ولكن ما قدرتش نشارك معكم الفيديو حيت كانوا عندنا ديك الساعه مازال عندنا الناس في الدار، كنت مديرونجيه. هنايا غنوريكم عاوتاني واحد الحيوان اخر اللي هو الفكرون اللي غني عن التعريف. انا صراحه كيخوفني ما نكذبش عليكم كيجيني صعيب انه شوف صراحه هو زوين. الفكرون شي حاجه زوينه في الجرده، كيميز الشرده بزاف. المهم كيكون واحد الحيوان زوين يكون عندك في الدار، الا عندك شي جريده ولا شي حاجه كيكون حيوان زوين، فهمتوني؟ هادشي اللي كاين، هادشي علاش صراحه جابوه غير شي دراري هكا يعني من الجريده ديالهم، عندهم تقريبا شي ثلاثه وجابوا لنا واحد. صافي هانتوما شوفوا. المهم اللي عنده شي فكره على الماكله ديال الفكرون يعطيني شي فكره باش نبقى نعطيه ماكلته، علاش لا. والارانب خلاص لما كنظن كيعجبهم خيزو، كيعجبهم بزاف ديال الحوايج. المهم هادشي اللي كاين احبابي. داك الفكرون راهو حيت حنا ما عندناش الخضوره بزاف، داكشي باش ما كتلقاهش بزاف في وسط الخضوره. وصافي هذا ما كان، حنا راه الجريده راه مراونه شويه الصراحه. الله هانتوما شوفوا الجو عندنا فرزات كي داير، كاينه الشميزه والصراحه ما كاينش داك البرد بزاف بزاف نيت. ايوا صافي. المهم انا غنحول هاد القنيه الزويونه، شوفوها شحال زوينه، غادي نحولها نديها لهنايا وغادي نشوف. ما كتحركش بوشها غير تنقص تشوفوها ومبغات شو. انا المشكل ما كنقدرش نهزو، كيخوفوني الصراحة الله. المهم صراحة زوينة بزاف. غادي ندير ليها هذيك اللعيبة اللي كانت فوقها باش واش كديري يا زهرة؟ شوفوا زهرة، زهرة بوحدها، زهرة ما عندهاش الروب اليوم، خضات راحتها. غادي ندير هادي، ها هي غنديرها من الفوق باش ما يزعمش اوسكار يدير شي حركة، حيت ما عرفتش حتى انا ما كنثقش في المشاش من هاد الناحية هادي. وغادي ندير كاع شي حاجة اخرى، غادي نحطها الفوق بحال هنا هكا، نحطو نيت هذا غير احتياط وصافي، حيت نتوما راكم عارفين هذا ما كان احبابي. وصافي هادشي اللي كاين. صراحه قلت غير نشارك معكم الجو كي داير، ونوريكم الفكرون، نوريكم القنيه اللي دزات عندنا في الدار. وصافي هذا ما كان. المهم اللي غادي نبغي نجمع هاد الشريده هادي، وغادي نبغي نصاوبو تفانوت ان شاء الله، ونشارك معكم فيديو اخر خاص بهاد القضيه هادي. غادي نصاوبو هاد المحابق هادو، نرتبوهم، وهاد هادشي كامل غادي يترتب ان شاء الله ضروري. اوسكار هو كيلعب، عاجبو الحال حيت تغدى مزيان، عطى شويه كل مزيان. وزهره كما قلت لكم راه عاجبها الحال، كتلعب مع راسها حيتاش اليوم ما قراتش، فرحانه ما عندهاش بزاف مع الروض. وصافي هانتوما انا راني كنت غير في الجريده دخلت دابا للدار. صافي هادشي اللي كاين اخوتي خواتاتي، هادشي. نتمنى ان هاد الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، تحياتي لكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه لهلي خطيكم. المهم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد عما قريب، ضروري غنحط لكم فيديو جديد ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه، تحياتي لكم، تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم.